قررت أصير مدربة كلاب ليوم كامل. هاي وصلنا على المزرعة، بس صار لي 5 دقايق عم بدق الباب بس ما حدا عم بيرد، فبقالنا غير حل واحد إني أنط من فوق الحيط. ركبني الكلب 20 كيلومتر وطالعني فوق الشجرة من خوفي، بس الحمد لله كان معي تليفون تاني. دقيت لصاحب الكلب صاحب المزرعة وقلت له انه الكلب طلع، قال لي تعالي لا تخافي، اخذت الكلب وهو معاي، عليكي الامان. عبد العزيز كيفك؟ هذا هو الكلب اللي حقني، امان امسكه ما تخليه يطلع. لا تخافي من الكلب. شلون صرتي مدربة بعد؟ طبعا ام سيف طلبت مستوى تدريب جدا عالي، راح تتعامل مع كلاب جدا قوية، كلاب هالد درايف. هاي الكلاب لازم اللي يتدرب عليها ويتعامل وياها يكون متمرس وعنده أقل شيء خبرة من 6 إلى 5 سنين خبرة مع الكلاب. فأي شيء يصير بأم سيف أنا ما أتحمل مسؤولية نفسي، وأنت تحمل مسؤولية نفسك. تحمل مسؤولية نفسك ولا لا؟ أتحمل مسؤولية نفسي. هاي قدام الكاميرا كلاب شرسة خطيرة، صعب التعامل معها إلا يكون معاه محترف يلا يقدر يتعامل مع هاي الكلاب. الله يستر. نمشي. أنا راح أفتح هذا الباب. إيه. روحين على آخر قفص. آخر قفص. تفتحين الباب وتدخلين الكلب بالساحة. والله. 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 والله ما راح وياك. والله. والله طلبت هذا. يلا. طبعاً كان عندي مرحلتين لحتى أدخل بتدريب مع الكلاب الشرسة. أول خطوة هي أني أفتح القفص لكلب عادي وأني طالعه على النزهة أو على الفسحة تبعيته. فكنت خايفة كتير صراحةً. فأني لازم أتعود أني طالع الكلب من قفصه. ماش قررتي؟ تنسحبين؟ أكيد لا. بس والله يا جماعة فيها رهبة شوي. على خير على خير. خلاص يا. يلا. هون يس نجحت بالخطوة الأولى، وهون الخطوة الثانية إني نظف أقفاص الكلاب وطعميهم، وهون نجحت بالخطوة الثانية وبقيت الخطوة الأخيرة والثالثة اللي هي تدريب الكلاب الشرسة. خلصنا الصبح، طعمينا الكلاب، نظفنا الأقفاص، وهلأ أجى الوقت المرحلة الأصعب اللي هي رح ندرب هذا الكلب. صراحة أنا ما بعرف إذا أخذ خطوة منيحة أو رح يصير شيء بلوة، ما بعرف، الله أعلم. أنا كتير خايفة على فكرة. إكرار كام شيء؟ فول بل. ما تخافي هدير والله لا تباعي. لا محمد تعبت 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 يا. ميتك الله. بس ما يقدرك تمسكي. دكتور دكتور الله يوفقك. لا لا. دكتور ما راح احسن ما راح احسن خطر. جبارة ما يحسن ما تحسن ما تحسن. ها؟ جيت. مو هي ما لازم تحسن. جماعة أول ما مسكت الحبلة بجد رعب. ما شاء الله كتير قوي. راح أتفرج عليهم هلا شوي بعدين راح أنزل أنا وراح أفرجي له الكلب. يا إلهي شوفوا شوفوا هاللقطة. يا برافو سوبر. Yeah, bravo, shoot!
بلا كلب بلا تدريب بلا بطيخ. والله انا خايفه تروح ايدي تتاكل بعدين بياكله بعدين الكلب. يعني انا كثير خايفه صراحه. لا تخاف مسيف، راح اطالع هذا الكلب واجيب لك كلب ثاني. مو شرس؟ لا وعد. وعد مو شرس. يلا طالعوا هداك وجيبوا الكلب الثاني. يلا شيلنا. يلا خلاص انا قررت وما في رجوع، راح اصير اقوى مدربه كلاب بالشرق الاوسط. جيب الكلب مسيف. جاهز قفلته. مثل ما شفتوا مبارح انا فشلت صراحة بتدريب كلاب المالينو. طبعا مثل ما شفتوا كتير شرسين واقوياء جدا، حتى الحبل ما قدرت اجره صراحة. فلهيك انا فشلت بالاختبار وبعترف. وهلأ جينا عند كلاب الدبرمان. طبعا مثل ما شايفين هدول كلاب الدبرمان، طبعا شكلهم واسنانهم مبينين شرسين، بس هن قلبهم مثل قلب القطه، يعني كانه قطه بالضبط، كانه قطه. هدول طبعا بيربوهم بالبيوت، بيربوهم بالبيوت هدول الكلاب، بيجننوا. يا عمري شايفين يا جماعة شو التدريب الكلاب صعب، فأنا مستحيل أقدر أمسك الكلب بهالقوة اللي عم يمسك عزيز، مستحيل. بدي من الكل يكتب لي تحت التعليقات شو بدكم اشتغل لمدة يوم كامل. لهم بيكون انتهى الفيديو اصدقائي، بتمنى يكون عجبكم. انا بحبكم كتير. سلام.